عليه الصلاة والسلام صلاة تركنا إلى ذكر والهبي عليه الصلاة والسلام صلاة تركنا إلى ذكر والهبي عليه الصلاة والسلام صلاة تركنا إلى ذكر والهبي
القلب إلا يقول متيما علي فقرام بالنبي مهيما أبيكم بليلة مسارا نوشدا بذكر الذي قد تعب بلع ومقتما عليه صلاة الله سمعه صلاة تركينا إلى ذكر ومبين شاجل في ورق ليلي وجيرتي نياهما تبني كالمزان بمغرمة أنظم دور الأخذ بذكر وصفه وحسن بوصف البدر دور منظمة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر ومبين محمد مفتاح الفتوحات سيدي وأكمل سلك الرسل أتوى مقدما بإنا نقول الأنبياء من له بإذن الهدراء المؤكر وأعظم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فدا حبيب الله ما غير ما وما فوفي وساعتي شربت لذكره صلاة ومنع منه كسرت جيلما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر ومبين ومن رام درق في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام يوم البدر يوما مئات ويوم ومن رام أود الأمس يوما وعيوما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر ومبين فأثرت حب المصطفى دون غيره ولا أم كلثوم ولو كان مريما والله ما في القلب عزل لغيره فإن رسول الله ليس لتعلم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر محمد رسول الله عليه السلام الله صل على سيدنا محمد